صاحبك شكله متطلع جامد النهارده. هي راجعه كده، يا اما دلع وحنيه على الاخر، يا اما تقلب على الوش التاني. انا مش فاهم يعني اخوكي ده ماله ومالك، هو ملكي قوي كده ليه؟ ما توصلش لدرجه انه يختار لك اصحابك. شامل عارف ان انا مش مجرد صحاب ومش عايز الموضوع يتطور عن كده. كل لما بسمع اسمه بفصل. ايه شامل ده؟ في حد يسمي ابنه كده؟ ابوكي كان بيفكر في ايه ساعتها؟ انا عارف ان هو راجل شمولي، بس مش لدرجه ان يسمي ابنه شامل. النبي يا احمد، يعني مش طالبه قلش دلوقتي خالص. انا بكلمك عن مشكله كبيره حصلت بعد الحلقه اللي انت سجلتها. شكرا. امبارح كان هيتجنن، لقيته دخل عليا الاوضه بيزعق ومتعصب، بيقول لي لازم اقطع علاقتي بيك. قال ايه؟ علاقه زي دي ممكن تعمل له مشاكل في الحزب، وان في ناس كتيره بتحاربه عشان ما ياخدش موقع قيادي اكبر، ورغي رغي زي ده كتير. ايه الكلام الفاكس ده؟ هو فاكر نفسه في الحزب الشيوعي الصيني؟ اخوكي دهبل بقى على فكره، ويستاهل اسمه طحن. وعلى فكره بتوع الحزب الوطني مش هيتضايقوا من حاجه زي دي، بالعكس دول ينبسطوا قوي عشان يقولوا للناس بصوا احنا ديمقراطيين وعندنا واحد في الحزب اخته بيحبها واحد من حركه كفايه اللي عايزين يخربوا البلد. انت فاكر ان اخويا بيفهم في السياسه اصلا؟ ده هو داخل حوار الحزب ده عشان يترقى في الجامعه وخلاص. ده لا عمره كان بيفهم فيها ولا نيله. ده من ساعه ما اتلمع على الناس بتوع الحزب الوطني هو فاكر لو كمل في المشوار ده هيبقى وزير. طب انت كل ده عماله تحكي لي هو قال لك ايه، بس ما قلتليش انت رد فعلك كان عامل ازاي. يعني ايه رد فعلك كان عامل ازاي؟ يعني يا راجل قلت له ايه؟ رديتي عليه قلت له ايه؟ انا قاعده معاك اهو يا احمد، هكون قلت له ايه يعني؟ هو حذرك ان انت تقعدي معايا؟ يا سيدي اللي حذرني ولا حاجه، وانا باكل من كلامه يعني. فكك منه بقى والنبي، ده نكد علينا في القعده. يا ام الرخص. ايه انت هتقل ادبك ولا ايه؟ كل ده عشان مش عايز اتكلم في الموضوع؟ ده الموضوع جالنا لحد ذاته هنا. دكتور شامل شرف. اتفضلي معايا لو سمحتي. في ايه؟ مالك؟ عامل كده ليه؟ هو انت لقيتني في شقه مفروشه؟ انا قاعده على قهوه في نص الشارع. راعي كلامك والزامي حدود الادب. ليه يا دكتور ما قلتش للحزب يبعت معاك قوات امن مركزي للمداهمه دي؟ تحد وجه لك كلام يا جدع انت؟ تعال حقير واتفه من ان انا ارد عليك. بس جيت لي لحد هنا، مش شايف ان دي فيها تناقض؟ قومي معايا. انا حذرتك امبارح، قلت لك لو اتاخرتي بعد الساعه 10 في اي حته هاجي واجيبك. قومي. والله؟ طب ايه رايك بقى ان انا مش ماشيه معاك واعمل اللي تعمله؟ ما تقعد يا دكتور اطلب لك حجر معسل في صحه الانتخابات اللي انتوا زورتوه. اهلا يا دكتور، منور والله. لكن ما تقومي تروحي دلوقتي، ما هو خلاص مش هينفع يا منى، مش هينفع اسيبه يعمل اللي في دماغه. يا ستي قومي جدعانه، عشان سعيد القهوجي كده ممكن يتاذي اي لبش، واوريدي عندي مشاكل مع الحي، مش مستاهله. ماشي. والله منور. اهلا. هكلمك بالليل. ايه ده؟ دامي دامي دامي. يا دكتور